مشاهدينا، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب على نطاق واسع هاشتاغ أخنوش ارحل، وذلك للاحتجاج على استمرار غلاء أسعار المحروقات رغم انخفاض أسعار البترول في السوق الدولية. وأرفق النشطاء الهاشتاغ بصور للأسعار المعقولة التي يجب أن تقف عندها سوق المحروقات بالمغرب، مطالبين برحيل أخنوش بحكم دوره المزدوج كرئيس للحكومة وفي الآن نفسه كصاحب الشركة المحتكرة لاستيراد المحروقات وتوزيعها وبيعها. وطالب رواد مواقع التواصل برحيل أخنوش بسبب فشله في التصدي لموجة الغلاء التي همت بالأساس أسعار المحروقات التي وصلت لمستويات قياسية. مشاهدينا، للمزيد أرحب ضيفي عبر الهاتف من الرباط السيد إدريس عيساوي، الكاتب والباحث الاقتصادي. سيد إدريس، أرحب بك. كيف تقرأ هذه الحملة، وهل تعكس غضبا اجتماعيا حقيقيا؟ هذه حملة موجودة بطبيعة الحال على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي، وهي طريقة جديدة للتفاعل مع الشأن السياسي في الكثير من البلدان، ليس في المغرب فحسب، بالفعل في الكثير من الدول هناك من يختار أن يتكلم بحريته على هذه الشبكات ويقول ما يظنه إلى آخره. الآن الوضع الحقيقي ما هو؟ وأن فعلا رئيس الحكومة الحالي كان في مدة معينة هو صاحب أكبر شركة لاستيراد واستغلال المواد النفطية وبيعها عبر السوق المغربية، لكنه اضطر مع قبوله تحمل مسؤولية الحكومة الحالية أن يخرج من هذه المهمة. ربما تبقى له اتصالات، تبقى له رأي فيما يقوم وتقوم به مجموعة من الفرق التي تشتغل لفائدته، ولكن الواقع أن هذه العلاقة يرى فيها البعض نوعا من الحيف، حيث لا يمكن أن نخلط بين الشأن السياسي والشأن المالي، وخصوصا ما يتعلق بالأسعار التي تهم مباشرة جيب المواطن. طيب، ولكن هل يمكن للحكومة سيد إدريس أن تفعل أكثر مما فعلته حيال ارتفاع الأسعار، أسعار المحروقات طبعا؟ هو الآن علينا أن نذكر ببعض الحقائق اللي مهمة جدا، لأن في المغرب كانت هناك محاولة في سنة 2013 بدعم من صندوق النقد الدولي لتحرير ما يسمى صندوق المقاصة، خصوصا فيما يتعلق تحرير المواد البترولية السائلة. وتمت المسألة مع في نهاية 2013 بداية 2014، وصار المغرب يتوفر على هذا النظام الذي يمكنه من تمويل العجز الذي قد يطرأ بين ثمن المواد البترولية في السوق العالمية والقدرة الشرائية الداخلية. وأعتقد في فترة معينة كانت هناك حد لارتفاع هاد المواد البترولية إلى حدود 100 دولار، بعد 100 دولار تدخل الدولة بهاد الانشورنس، تأمين يمكنها من تغطية هذه المصاريف، وبالتالي يتم هناك حساب ما بين من بداية الشهر وفي وسط الشهر، يكون كل مرة فيه مرة الثمن يطلع ويهبط. لكن الآن الثمن وثمن المواد البترولية وصل نسب قياسية بالنسبة لكل المواطنين، كيفما كان حجمهم وكيفما كانت قدرتهم على الأداء. طيب، إلى أي مدى يمكن برأيك أن يتفاعل القصر مع هذه الحملة وربما يقيل الحكومة لدرء احتمالات ربما نزول الناس إلى الشارع باحتجاجات اجتماعية؟
أنا لا أعتقد بأن المغاربة لهم من الصبر والتجلد ما يكفي لمواجهة العديد من القضايا، لكن علينا أن نعلم بأن الحكومة قبل هذه الحكومة الحالية، يعني الحكومة السابقة التي كانت ذات توجه إسلامي، عملت على تمويل واحد العدد من المسائل، وخصوصا مع هذه الحكومة الحالية كانت تعليمات للملك من أن صندوق يسمى بصندوق التضامن الاجتماعي صرف أموالا خاصة بمثلا أصحاب الفنادق، يعني كي يؤدوا لعمالهم لحد الأدنى من الأجور لفترة معينة. هذا جمع الفترة ديال الأزمة الصحية، إن في الأزمة الصحية توقفت الحركة، بعد ذلك جات هذه الأزمة هذه واستمروا في العملية. فأنا أعتقد بأنه لا يمكن للدولة أن تستمر بهذه المقاربة، أي أنها تمول من جيبها كل ما يطرأ في السوق. فبالتالي كان من الضروري أن يجد المغاربة والمؤسسات المغربية تجد وسائل لتمويل هذا النقص وهذا الخسارة. أشكرك جزيلا سيد إدريس عيساوي الكاتب والباحث الاقتصادي، كنت معي عبر الهاتف من الرباط. كما أشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة، يمكنكم دوما متابعة البث المباشر لقناة الحوار على اليوتيوب، وكذلك تواصلوا معنا عبر منصاتنا الأخرى على السوشيال ميديا. ألقاكم بخير.